مش حنقول والله الدواء فلان فلاني ولا ولا الفيتامين فلاني هو كويس وعلاج علاج. الآن لا يوجد علاج لهذا الفيروس مؤكد، مطعومه لن يكون قبل سنتين. فمعناته الآن نحمي أنفسنا، الحماية، الإيمان أهم شيء، والشغلة عدم الاختلاط بأي طريقة من الطرق مع الآخرين. حماية أنفسنا هي حماية الآخرين. حماية أنفسنا بوضع كمام مثلا ولبس الجلوفزات لعدم التلامس لأنه موجود على الأسطح. هاي من أمور الحماية البسيطة جدا. والأهم من حكي هذا عدم الاختلاط، البقاء في البيت لهذه المدة الأسبوعين القادمات، وربنا حامي. ولكن علينا كما أمر رسولنا الكريم أعقل وتوكل، ويجب علينا أن نأخذ الاحتياطات ونتوكل على رب العالمين. احتياط البقاء في البيت، عدم الاختلاط، عدم التهافت على الأسواق وعلى المولات، وهذا أهم شيء. أوامر الدولة لت هي حماية للمواطن وخرقها عدم رجولة. نتمنى للجميع السلامة، واللهم يا رب أحمي هذا البلد وأهله وقيادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.